الرحيم وبه نستعين. اليوم سجلت الترشح في الدائرة الانتخابية الثالثة، وسألني الكثير من الصحفيين أنك أنت أول من توقعت حل مجلس الأمة، قلت له راح أجاوب على البوديوم إن شاء الله بإذن الله. طبعا بالنسبة لحل مجلس الأمة، مو بس سعدون عتيبي يتوقع الحل، كل الشعب الكويتي يتوقع الحل بعد سماع النطق السامي لحضرة صاحب السمو في مجلس الأمة. فكلمة صاحب السمو: هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح لمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف. فأعتقد من كلمة صاحب السمو واضحة جدا في موضوع الحل، وأنتم شفتوا كذلك موضوع التعيينات اللي حصلت في مجلس الأمة، يعني من أطفائي يصير مدير جمارك، كذلك التعيينات لما كان في إعلان في البترول يفترض اللي يوصل اللي ينجح واللي أعلى معدلات، اللي حصل كله الأسماء للمقربين لأعضاء مجلس الأمة هم اللي تعينوا في البترول. التعيينات الأخرى اختصروها سواء في الموانئ في جميع الجهات اللي فيها كوادر الطيران المدني، اختصروها فقط لأعضاء مجلس الأمة وأقربائهم. فكانت الموضوع طبعا حضرة صاحب السمو كان يتابع هذا الموضوع، وكلمته كانت واضحة وكان الحل واضح للجميع. فالكلام واضح انه يجب ان اعضاء مجلس الامه يهتمون بمصالح المواطنين، لكن للاسف الشديد اللي حصل ولاحظته معانا انه جميع ما هو مهم لصالح المواطن النواب يصوتون بالعكس. واذكركم كذلك لما كان موضوع المتقاعدين 3000 دينار المنحه، احنا انا من الناس اللي قدمنا طلب بالاستعجال في التصويت على المنحه 3000 دينار وصوتنا عليها، ومجموعه من النواب كانوا خارج القاعه ما صوتوا. شو الاسباب؟ سلوهم ليش ما صوت في موضوع صالح المواطنين، انت قاعد برا ما صوت. لا، ونفس النواب كذلك لما في المجلس اللي طاف كان موضوع كذلك التصويت على زياده علاوه المعيشه وزياده علاوه الاولاد والقرض الحسن للمتقاعدين، نتفاجأ بان اعضاء مجلس الامه ياجلون هذا الطلب رغم مهم جدا للمواطنين. شلون تعضوا مجلس الامه؟ التغيير جاهز وخالص، شنو عذرك الان لما اجلت لمده شهر؟ لذلك الموضوع بالنسبه لمجلس الأمة تقديره عندكم وعند الشعب الكويتي. فالمفروض كذلك في المجلس القادم أنه أول طلب يصوت عليه اللي هو زيادة قلاء المعيشة للمواطنين وزيادة على الأولاد والقرض الحسن للمتقاعدين، فما في أسباب للتأجيل. كذلك في مواضيع جدا مهمة تهم المواطنين، قضايا مهمة جدا من القضية الإسكانية. لاحظ الآن طبعا ما كان لهم دور أعضاء مجلس الأمة في موضوع القضية الإسكانية. أعطيكم على سبيل المثال مشروع مدينة المطلع، هذا المشروع 28800، فلما سلم المواطنين وبنوا قسايمهم بيسكنون تفاجئوا انه ما في خدمات، يعني ما في صرف صحي، تناكر تصور صرف صحي، ما في الماء، ما في تناكر، انارة شوارع ما في، تقاطع الاشارات تقاطع بدون اشارات، الدوارات في ظلمة، حوادث كثيرة بشكل يومي. شلون تعطي المواطنين بدون ما توفر خدمات؟ هذا دور كذلك اعضاء مجلس الامه، لكن ناسين منطقه المطلع هي منطقه يعني كثافه سكانيه عاليه جدا. كذلك حتى في مشروع جنوب خيطان. جنوب خيطان الان تقريبا 700 بيت بدون كهرباء. قال والله عندنا نقص في المحولات. طيب تعطيته وصرفت له. تفاجئوا يا جماعه، حتى الان في موضوع بدل الايجار اقطعوه كذلك على المطلع. قطع عنا بدل الايجار، قال انت يجب ان تسكن. شلون اسكن؟ ما في خدمات. كل هالقضايا باذن الله سنتطرق عندك، التعليم والاسكان والصحه والاشغال موضوع الطرق، كل هالمواضيع تطرق في افتتاح مقرنا الانتخابي، ومشكورين ويعطيكم العافيه. تفضل. بس خلني اشرح لك واشرح الشعب الكويتي كامله. كل النواب الخمسين نواب خدمات، ولكن فرق في نائب يخدم فقط المجموعة المقربين، وفي نائب يخدم الشعب الكويتي. أنت نائب تمثل الأمة، فالمفروض تستقبل جميع طلبات تظلمات المواطنين من جميع الدوائر. سعدون حماد العتيبي يستقبل جميع تظلمات المواطنين من جميع الدوائر،
اللي يحتاج تعديل في قانون العدلة، اللي يحتاج مظلة معينة ننصف المواطن، لكن تشوفتوا أعضاء مجلس الأمة يقدمون خدمات ولكن للمقربين، وهذا ما حصل. وكلمة صاحب السمو كانت واضحة، لأن لاحظ بنفسه أنه فقط خدمات لأعضاء مجلس الأمة احتكروا جميع الوظائف اللي فيها كوادر، إنما سعدون حماد ينصف جميع المواطنين. لذلك سعدون حماد بإذن الله راح يكون كما عدتموه، راح ينصف جميع المواطنين وفي جميع الدوائر. يلا مشكور يشكر. انتخابات مجلس الأمة 2024 للراغبين من السادة المرشحين بعرض خسارتك في دورتي الانتخابية. أنا مو خسران في دورتي، أنا ناجح في دورتي. في جميع الدوائر قدمنا طعم 22، اتضح لنا وفق المحاضر المحكمه مجبوره زودة في كل المحاضر، لما زودنا المحاضر اتضح في المحاضر وبتوقيع قاضي انه الحضور اكثر من لحق التصويت وبالالاف. هذه انتخابات 22. انتخابات 23 نفس العمليه، سعد حماد برضه ناجح في الانتخابات، ولكن كان هناك خطا في الحسبه في الارقام. قدمنا طعم المحكمه الدستوريه، حددنا الصناديق اللي فيها الخلل خطأ في الجمع، وبالتالي نتفاجأ انه رفض الطعن. لذلك سعدون حماد ما سقط في انتخابات لا الاولى ولا الثانيه. ما هو سبب الرفض؟ انا ماني عارف، انا ودي اعرف السبب، ولكن لما اعطيت بالارقام وحددت الصناديق تحديدا. وبعدين عمركم شفتوا انتخابات وتلفزيون الكويت رسمي يعرض النتائج؟ لما يفرض الصندوق الرقم يزيد، يا زايد يا ثابت. اللي حصل معانا في الانتخابات الاخيره لما وصل رقم 3400 كل ما يفرضون صندوق انزل رقمي، نزل 50، الصندوق اللي بعده نزل 100، فنزل اكثر من 600 صوت في عمليه الفرز. وتلفزيون الكويت مو جهه ثانيه، جهه رسميه، وين راحت الارقام؟ لذلك الانتخابات ما كانت سليمه، لكن نحن الان في العهد الجديد ما اعتقد انه راح يكون هناك لعب في انتخابات، لذلك وضعنا سليم بالنسبه للانتخابات، قواعدنا ثابته لله الحمد، والوعد بيني وبينكم ان شاء الله في ابو حماد عفوا، انت في انتخابات 22 23 ما حالف المحطه مثل ما ذكرت. السؤال ايش رايك باداء نواب مجلس الامه في المجلسين؟ ايش الناس تشوف ان هناك توافق نيابي حكومي خارطه تشريعيه؟ ايش رايك بهذه الفكره؟ مجلس الامه لا تسالني بعد خطاب سمو الامير، ما في نطق سامي واضح. طرح الثقه بثين، طرح الثقه في مجلس الامه، وطرح الثقه كذلك في الحكومه. قدم استقالتها قبل الحكومه وحل المجلس. بعد خطاب صاحب السمو اعتقد انه كان واضح للجميع، ويعطيك العافيه ومشكورين.